أهلا بكم في نشرة السابعة التي نقدمها لكم من الفضائية التالية. وصل أصل اليوم إلى البلاد رئيس غينيا كوناكري البروفيسور ألفا كوندي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وكان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث تهدف زيارة الرئيس ألفا كوندي إلى البلاد من أجل المشاركة في فعالية الصالون الدولي لشباب الإفريقي الذي سيعقد يوم غد الخميس هنا في العاصمة نجمينا. التفاصيل لدى أحمد ياسين عبد الرحمن. تشاد وغينيا كوناكري تربطهما علاقات حميمة وصداقة قوية بين الزعيمين الرئيس إدريس ديبي إتنو وألفا كوندي، والذي يزور البلاد بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي للمشاركة في الصالون الدولي للشباب الذي تحتضنه العاصمة التشادية نجمينا في 29 من الشهر الجاري وحتى 1 يوليو المقبل. بمشاركة العديد من الشباب الأفريقي لمناقشة مختلف مشاكل وقضايا الشباب الأفريقي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات الراهنة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والبطالة وغيرها من المسائل التي تؤثر سلبا وتعيق مسيرة التقدم والتنمية في القارة الأفريقية. كل هذه التحديات والمتغيرات تستهدف الشباب بالدرجة الأولى لأنهم أساس ونهضة الأمم وتقدم الشعوب.